بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مليون مبروك لنادي الزمالك التتويجي المستحق باكتساح نادي الترجي بثلاثية مقابل هدف واحد في مباراة السوبر الأفريقي. انتصار مستحق تماما لنادي الزمالك، اكتساح في النتيجة واكتساح في جميع الأمور الفنية والتكتيكية. بصراحة مباراة 10/10 من كارتيرون. كارتيرون واضح جدا جدا هو درس الترجي بشكل مميز جدا قبل المباراة وقدر يقفل مفاتيح لعبه. المباراة دي هو لعب بالأسلوب الأمثل ليها بصراحة، بأن هو مركز على الاستحواذ وسابه خالص للترجي، وقدر ينوع ما بين الضغط العالي وما بين الزون ديفنس بشكل مميز جدا جدا، وساب الترجي هو اللي يغلط قبل ما يغلط. ساعات انت ممكن ما تلعبش على الابداع بتاعك، لا انا مش هلعب على الابداع بتاعي، انا هلعب على اخطاء الخصم، وده اللي نادي الزمالك عمله رغم الخوف طبعا من البداية من الجبهة بتاعت حازم امام، لحد ما نقدر نقول انها تحملت ضغط شديد جدا جدا طوال التسعين دقيقة، ولكن بصراحة اكتساح كامل لنادي الزمالك لمجريات المباراة. كارتيرون ازاي قدر ان هو يورينا نادي الزمالك في الشكل ده والاداء المميز جدا اللي قدر بيه الفريق ان هو يكسب الترجي مش واحد ولا اتنين، لا ثلاث اهداف واداء رائع جدا واخطاء اقل بكتير من اللي كنا بنشوفها في مباريات الدوري. الفرقتين في البدايه لعبوا 4-2-3-1، كارتيرون واضح جدا ان هو درس فريق الترجي بشكل كويس وعارف ان اضعف جبهه في الترجي هي الجبهه اليمنى، زي ما الجبهه اليمنى في الزمالك ضعيفه الجبهه اليمنى في نادي الترجي كانت ضعيفه بسبب مين؟ بسبب سامح الدربالي. سامح الدربالي لعيب كبير في السن وكمان لياقته البدنيه ما تسعفوش كتير تقدر تلعب من عليه بشكل مميز عشان الارتداد بتاعه هو بطيء قوي، يعني هو بيجري تقيل، جسمه تقيل قوي في الجري، فبالتالي لما تلعب عليه بلعيبه سريعه زي ما شفنا الجبهه بتاعه محمد عبد الشافي وقدامه احمد سيد زيزو كانت مميزه جدا، وقدر نادي الزمالك يجيب منها الهدف الاول ويجيب منها كمان الهدف الثاني، وحتى برضو الهدف الثالث لما اتلعبت دايما اللعب كان بيبقى ورا سامح الدربالي. سامح الدربالي كان نقطه صغر كبيره جدا في نادي الترجي، وقدر كارتيرون شفنا دايما ازاي زيزو كان بيستغل ان سامح الدربالي بيتقدم كتير ليه قدامه بيلعب في الجبهه دي، وقدر طبعا جبنا الجون الاول في الشوط الاول، والشوط الثاني نادي الزمالك برده استغل الجبهه دي وجاب منها جونين تاني، وحتى فرص نادي الزمالك الخطره كلها جت من الجبهه دي. تاني ثغره كانت عند نادي الترجي خليل شمام. خليل شمام طبعا هو لعيب كبير وطبعا اسم كبير جدا في نادي الترجي وكابتن الفريق، بس واضح جدا تاثر الفريق بغياب عبد القادر بدران المدافع الجزائري المصاب، وبالتالي نزل بداله خليل شمام، كانت طبعا نقطه مهمه جدا نادي الزمالك، صدفه كويسه جدا ان خليل شمام في كل تدخلاته كان متاخر جدا، ما كانش بيقدر ان هو ياخد الكوره من مصطفى محمد. مصطفى محمد حتى اوباما شفناها في الهدف الاول قدر يسرقه، وكان الكوره لما اتلعبت داخل منطقه الجزاء وكان اوباما داخل لجوه المنطقه قدر ان اوباما يسرق منه الخطوه، سرق منه خطوه وقدر ان هو يحط نفسه قدامه. شفنا برده خليل شمام في الشوط الثاني ما قدرش فيه وقت كتير جدا ان هو ياخد الكرات الثنائيه من لعيبه نادي الزمالك. ثغرتين كانوا كبيره جدا في نادي الترجي، بتكلم على سامح الدربالي الباك اليمين، وبتكلم على خليل شمام المساك بتاع نادي الترجي. وكارتيرون قدر ان هو فعلا اختياراته انه يلعب احمد زيزو في الحته دي، وكمان يقول لاوباما عايزين نلعب على عرضيات ونستغل البطء بتاع دفاع الترجي، كانت نقطه مميزه. الحاجه الثانيه عايز اتكلم عليها ضعف اللياقه البدنيه عند فريق الترجي. فريق الترجي للامانه بعد الدقيقه 60 الفريق وقع بدنيا تماما، انا بتكلم على كوليبالي وقع بدنيا بشكل كبير جدا، حتى في استلامه للكوره كان ضعيف جدا. بنغيس برده وقع بدنيا في الشوط الثاني، طبعا سامح الدربالي اكيد هيقع بشكل كبير جدا جدا عشان عامل السن اللي انا اتكلمت عليه. دي نقطه برده ميزت نادي الزمالك في الشوط الثاني، لعيبه نادي الزمالك كانت افضل بكتير بدنيا، لعيبه نادي الزمالك بتقدر تجري بسبب ايه؟ برده بسبب الطريقه اللي عملها كارتيرون، ان انت النهارده في الشكل الدفاعي بتاعك ما بتضغطش على الترجي من نص الملعب، لا انت بتسيب الترجي يعدي بالكوره، ما فيش اي ادنى مشكله، واللعيبه تتقدم كله بيتقدم، وطبعا سامح الدربالي بيزيد والشيتي بيزيد كله بيطير من الجبهات دي، وانت بتقف في نص ملعبك تستنى، انا مستني لغايه لما انت تغلط، ولما انا اغلط على طول العب على الهجمه المرتده واللعيبه تبدا ترتد. دي كانت طريقه مميزه جدا من نادي الزمالك، وشفنا ازاي مثلا الشوط الاول طبعا نقطه انك تجيب هدف بدري ده عمل ضغط ليه؟ لان الترجي بعديها كان في رد فعل قوي جدا جدا طوال دقائق الشوط الاول، شفنا هجوم ضاري
من الجبهه اللي بتوع حازم امام بصراحه يعني مش هقدر اديله رقم كبير طبعا او درجه كبيره لان اكيد اتلعب عليه مباراه طبعا من حمده الهوني لاعب مميز جدا اهم لاعب في نادي الترجي واللي طبعا لازم نادي الزمالك يخلي باله منه في مباراتين دوري الابطال. حمده الهوني بصراحه الليفت وينجر بتاعهم خطير رقم 10 خطير جدا لاعب افضل لاعب عندهم بصراحه وعمل مباراه مميزه رغم الخساره كان افضل لاعب في الترجي وعمل كم هائل من الفرص والاختراقات من عند جابت حازم امام. بصراحه حازم امام لازم دايما كان يبقى كارتون في الحته دي بيخلي لعيبه ساندويتش شفناها في شوطين لما عدلها شويه والدنيا قلت شويه من جبهه حازم بدا النهارده طارق حامد يضم عليه ويساعد عشان ما يبقاش رايح عليه اتنين لعيبه كان بصراحه الشكل في الشوط الاول كان صعب جدا بس رغم النقطه دي نادي الزمالك قدر الشوط الثاني هو يحمي الجبهه دي. الهجوم بتاع الترجي انتقل شويه لجبهه عبد الشافي برضه تغيير عبد الله جمعه كانت ممتازه لما طلع احمد سيد زيدو طبعا بداعي التعب والارهاق كان متعب جدا الولد طبعا عمل مباراه جيده جدا عبد الله جمعه لما نزل طبعا الجبهه اللي احنا بنتكلم عليها دايما انك تحط عبد الشافي ورا وعبد الله جمعه قدامه فبتقفل الجبهه دي باثنين لا يعني عبد الشافي بيبقى ستاند ستيل ورا وثابت وعبد الله جمعه هو اللي واخد الطرف الحر كليفت وينجر وبالتالي كان بيساعد في الناحيه الدفاعيه بشكل مميز وكمان الهدف الثالث قدر هو ياخد الكوره لما جري لما قلنا بنتكلم على الهجمه المرتده خصوصا لما نادي الترجي كان بيتقدم عشان يرجع في النتيجه لما كان خسران 2-1. بصراحه مباراه مميزه جدا من كارتيرون الف الف مليون مبروك لنادي الزمالك ودي بعتبرها بصراحه بشرة خير للفريق قبل مواجهتين دور الثمانيه في دوري الابطال وان شاء الله نادي الزمالك يستغل الانتصار المعنوي ده عشان يحقق انتصار تاني برضه هيبقى مهم والوصول لسيمي فاينل دوري الابطال ان شاء الله. ده كان تحليل سريع لمباراه نادي الزمالك ونادي الترجي. الف مليون مبروك نادي الزمالك السوبر الافريقي وان شاء الله معاكم باذن الله في تحليل في ترند يلا كوره الاسبوع الجاي باذن الله. شكرا جزيلا كريم سعيد.